حاجات وذكريات بيعدي عمري وليه في قلبي مكان رمضان. ازيكم عاملين ايه؟ انا عمار محمد. النهارده هنعمل تحدي ومعانا دقيق رز ومعانا لبن نيدو معانا كريم شانتيه معانا جوز هند ومعانا حليب جوز هند ومعانا سمسم. نحط المكونات في بعض. هنحطها في برطمان والهنا والشفا. أهلا أصدقائي الصغار، أنا السيدة صحة، ودلوقتي هقول لكم على شوية نصائح عشان تخلوا بالكم مني. أول حاجة لازم تشربوا سوائل كتير زي المية والعصير الطازج، وكمان لازم نبعد عن الأطعمة اللي موجود فيها مواد حافظة ونستبدلها بفاكهة وخضار، وكمان ناكل سلطة كتير ونشرب لبن. ودلوقتي هقول لكم الفزورة. أنا أكلة صحية طعمي طيب وشهية، مطبوخة أو مقلية قشرتي بنية، أوعى حد ياكلني نية. ولو عرفتم الإجابة ابعتوها على المنصة.